اسم محمد خويا المسرى 90 قال الجوج 88 تبارك الله خروف مليح الخو 88000 ريال 4400 درهم اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خيرات تبارك الله خويا جمال الامانه ديال خويا المرضي الحبوب والو لعيب والو القرطيطه والو مليحه وجيده تبارك الله 2750 درهم 55 باش تباعت تبارك الله الله يبارك الله يسلموا لها ان شاء الله وبيع باش بغيتي ورزق المشرى 5000 درهم الله يرحم الوالدين المشرى 5000 درهم الخوت راه مليحه الخوت هذا تبارك الله خروف الله يبارك تبارك الله في صاله صندوق وكل شيء تبارك الله شحال شحال تباع دابا؟ تباع 118 118 8000 ديال الرباح 400 درهم ديال الرباح الله يعطيك الصحه تبارك الله اللهم بارك الخوت هذا فرخ مليح الله يبارك تبارك الله شحال اسم محمد خويا المشرى 90 قال الجوج 88 تبارك الله خروف مليح الخوت 88000 ريال 4400 درهم اللهم بارك تبارك الله خروف مليح الخوت الله يبارك تبارك الله تبارك الله فرق مليح اللهم بارك تبارك الله الخوت 88 4400 درهم المشرى ديالو الخوت الله يبارك تبارك الله دخلنا النيميرو سي محمد دخلنا النيميرو ديالك قولنا النيميرو 06 70 41 18 77 السكنة حد راس العين ياك اللهم بارك تحية الناس حد راس العين والله يسر بارك الله خروف مليح الخوت الله يبارك بارك الله بو ديال الجمعية ياك اسم محمد والله يسر يا اسم محمد تحياتي ليك السلام عليكم الخوت حياكم الله خوتنا وحبابنا داخل الوطن وخارج الوطن اليوم اللهم بارك تتواجدوا في سوق 2 قلعة سراغنا اللهم بارك نشارك معكم واحد 32 خروفة تقديتها للمتتبع من دكالة جمعة بن هلال تحية لك خويا جمال الأمانة ديالك هاهي الله يبارك بارك الله سلعة مليحة اللهم بارك اليوم راه فيديو جديد بتاريخ 30/10/2023 أجي تسوقوا معايا مرحبا بكم نشارك معكم هذه السلعة هذه ونوريكم الأثمنة ديال السوق ومرحبا بالخوت الله يدير الخير هنا المشرى الخوت حد 18 راس خديتها ب 23 و 500 اللهم بارك تبارك الله هذا مليح تبارك الله سلعه مليحه الله يبارك 23 و 500 وكاينه 22 و 500 اللهم بارك تبارك الله اللهم يسر سلعه منوره الله يبارك 1175 درهم الله يبارك تبارك الله كان اخويا الحال كان 23 و 500 مزرده سلعه نقيه الله يبارك 32 راس 32 خروف ثمن زوين الله يبارك هذا المتتبع تا هو راه مصيفط لي لافونس شحال هادي وقال لي لا ما كر تصيبي شي سلعه زوينه وشي ثمن زوين اللي شري لي قال لي على خاطرك خويا جمال الامانه ديالك هاي راه 32 راس اللهم بارك بارك الله والله يسر وحنا راه سبب الخوت كما تنقول لكم حنا راه سبب مرحبا بالخوت اي متتبع مرحبا به عاد ولد الزعيم يشري لي بحال شرالي الاخ ديالو والله يستر والله يدير الخير يا راه سير مشي شارجيو سير على الله سعي سير سير على الله سير سير على الحال قدام اخويا سير سير على الهيرة الله يبارك الخوت سلعه نقيه الله يبارك مولاها ان شاء الله راه البيض البلدي ديال الحوليه البدريه الله يبارك سير اللهم بارك الله يبارك مولاها ان شاء الله المرضي راني تهلا خويا ها السلعه هاهي جملي جملي اوليدي جملي سير الله يبارك سير 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 سرجيو بارك الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خيرات تبارك الله خويا جمال الامانه ديال خويا المرضي الحبوب والو لعيب والو القرطيطه والو الممنوع والو السيد راه باع لي بعتي لي ست حوليات وحده فيها حبوبه حيدتها لك خويا الحال الله يرحم والديك سير شارجي يلاه شارجي عاونا الحال الله يرحم والديك الله يكبر بك خويا الحال اللهم يسر ولا تعسر قاعد قاعد وليدي قاعد درتو تم 17 يلا بركه خلي وادي نديروا اللور يلا وي الله يحفظك قال كالي كالي حل وليدي حل سير الله يسر سير بقاو معايا الخوت تنرجع للسوق نشوف نتسوقوا معايا وتشوفوا الاثمنه اللي كاينه في السوق الاثمنه ديال الحولي والاثمنه ديال النعجه ان شاء الله
كما سمعتوا الثمن 23500 1175 درهم. والله يدير الخير من على سباب، الله ييسر الامور، حياكم الله. شحال؟ 55. الله ييسر المولاه ان شاء الله، ولا مليحه وجيده تبارك الله. 2750 درهم، 55 باش تباعت تبارك الله، الله يبارك. الله ييسر المولاه ان شاء الله. والله عباس هاي، الله يبارك. السلعه انا عجبتني بالثمن هذا، سير الله يسهل عليك المرضي، الله يسهل عليك. 2750 درهم، 55. شحال من راس عباس؟ شحال من راس؟ 20 راس، 20 راس، الله يبارك، بارك الله، اللهم بارك. كما سمعتوا 55000 ريال، سلعه راه غليظه هذه وغلم واقفه. الله ييسر والله يدير الخير. شو اتجاه اخر الخوت، حياكم الله. اللهم بارك. بو هشام كيداير بخير؟ كرامات السي مصطفى، الله يحفظك، الله ينورك، وتحيه للمعقول، الله يحفظك. المعقول راه تهلاو فيه ولاد الشرقي في الموسم، الله يبارك، تبارك الله. الله يفيض زريبهم، اي والله يحفظك ولاد الشرقي، الله يفيض زريبهم. عندهم ستروت، ستروت الموسم داز عالمي هذه المره ياك. ايوا الحمد لله، جاو الناس ديال المديونه، جابوا الخيل ياك، الله يبارك، تحيه لهم. هذا خويا هشام المسره ديالو، المسره الله يحفظك. المسره عطاو المولاه 8 راه صاحب العمه، تلبعت لي العمه ودينا من عندهم 80 ها، ولكن خلاص خلصنا ب 74 كلام ديال المعقول. 74 دابا باش مخلص؟ هو باش مخلص. الثمن زوين هذا الخوت، 74 3700 درهم. حنا راه نقولوا المعقول والرزاق الله، والله يحفظك ودي العم. نعم الناس، وتحيه خي احمد، الله يبارك تبارك الله. 74 3700 درهم، ذهب لا والو، افرخ لا خروف زوين. وراك انت تدي من عندنا مصطفى، خلينا كاع من هذا الخروف حلو زوين صراحه. القناه تدي عندنا، الله يحفظك ودي العمه. نبيعوا ليه اللهم فيه، الله يحفظك. نبيعوا، ما نشدوا عدو ثاني تيبيعوا. ثمن زوين الخوت هذا الخروف تبارك الله. 74 3700 درهم باش دار معقول. وهشام الله يبارك تبارك الله. دخلنا النيميرو هشام، خلينا النمره العامه، قولنا النيميرو اخو العم. 06 72 98 90 81. النمره ديال المعقول الخوت اللي بغاه. مرحبا الخوت، مرحبا خوت، الله يبارك تبارك الله. اي واحد بغاه شي بلايص راه نصيفطوا ليه، الله يحفظك ودي العم. انت مشكل، الله يحفظك تبارك الله. تحيه للمتتبعين ديالك معنا سيدي اينما كانوا، الله يحفظك ودي المعقول. ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحيه للناس ديال لانو، الله يبارك. الله ييسر بارك الله، اللهم بارك. الخوت دابا محمد شحال هو وخوهم سي بجوج؟ شحال هما بجوج؟ 162. 162 بجوج بهم، 162 الخوت هادو بجوج بهم بارك الله. 8100 درهم المشره ديالهم، بحال 81 لواحد، الله يبارك. هذا راه مليح، هذا فيه المواصفات بارك الله، اللهم بارك. سنا الحليب ياك؟ سنا الحليب. فاصل عدو تبارك الله. هذا راه عقدي، هذا تيتسمى عقدي ياك؟ الله يرحم والدي. كما سمعتوا الخوت 162000 ريال بجوج بهم، 8100 درهم، الله يبارك تبارك الله. خلينا النيميرو محمد خويا، قولنا النيميرو ديالك. 06 16 45 45 05 78 78، الله يحفظك، الله يبارك تبارك الله، اللهم يسر. تحياتي الخوت والله يدير خير. نعم خويا احمد تبارك الله، اللهم بارك. السي الفقيه كيداير بخير؟ هاني شحال الفقيه؟ الله يحفظك ودي الفقيه. 53. 53 المشرى السي الفقيه. المشرى 50 و 51 و 100 ريال. 51 و100 المشرى الخوت 51 و100 ريال، 2505 درهم باش خداها الفقيه، الله يبارك. شحال من راسهم؟ 10 الخرفان تبارك الله. 51 و100 ريال، 2500 51 و100 اي عفوا 51 و100 ريال الخوت، 2555 درهم و55 درهم، 2555 درهم الخوت، الله يبارك تبارك الله. رفان زوينين ونقيين تبارك الله. والثمن راه جابتو الوقت، اللهم بارك. الثمن راه جابتو الوقت الخوت، الله ييسر والله يدير الخير. وتحياتي للخوت اللي تشاهدونا، اللهم بارك. خلنا نميرو الفقيه. 06 زيد 66 77 98 19. تحيه للطلبه، صاحبك الفقيه هوايا، تحيه ليه، الله يسر ليكم، الله يحفظكم. يلا اللهم يبارك، بارك الله. شو اتجاه اخر اخوك؟ شحال خويا السي احمد؟ شحال تباعوا هادو خويا السي احمد؟ شحال خويا السي احمد؟ تباعوا ب 31. 31 الله يسر مولاهم. 1500
وخمسين درهم الخوت. الله يبارك تبارك الله. هادو يعمروا دابا ياك احمد. الله يبارك. اللهم بارك تبارك الله. 1550 درهم. الله يسر مولاهم ان شاء الله. الله يسر لي. الله يعاونكم. مرحبا الله يسر لي ان شاء الله. ردي كيداير بخير هاني. نهضر معنا هضره مزيانه الله يحفظك. سولناك جاوبنا بصراحه. الله يرحم الوالدين. هذا عياري. عياري. ديال الاسبوع صدق. اييه اللهم بارك. شي مناسبة راه مليح. اييه الله يحفظك خويا. شحال الثمن خويا المرضي؟ الثمن شحال المرضي؟ 110 تطلب فيه. 5500 درهم. بارك الله. اجير بالسن، اجير بالسن. يلا تني تبارك الله. لا تني تبارك الله، اللهم بارك. لا حول ولا قوة تبارك الله. اللهم بارك. لا مليح. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. الله يبارك. دخلنا النيميرو. قول النيميرو ديالك. 06 73 07 1760. الله يبارك خويا. الله يسر خويا تحياتي. الله يحفظك خويا. الله يسر. شحال تباعوا اسلام؟ مرضي شحال تباعوا؟ شحال تباعوا؟ 43 و 500. 43 و 500 خوت. هذاك 47. اي الله يحفظك هذاك 47. هذا 2350 درهم. هذه 52 مليون و 60. اي الله يحفظك 43 2175 درهم. 43 و 500. اي الله يحفظك 43 و 500 باش تباعت هذه الخوت. هذاك راه 47 2350 درهم. اي هذاك 47. اللهم بارك تبارك الله. الله يسر مولاهم اللي قدام. الله يسر الله يعاونكم. وهذو خويا 52 وتباعوا ب 4000 ديال الرباح تبارك الله. 52 هادو 2600 درهم الخوت. الله يسر مولاهم اللي قدام. الله يسر ليه ان شاء الله يفيضوا ليه. لا ما باغيش يبان. لا راه شفتو قبيله. لا خليه خليه خليه. هاي خاف يقولوا لي شريتي الخرفان من القلعه. الله يسر الله يعاون. كيداير المرضي بخير هاني؟ الله يحفظك. هذا عياري المرضي ياك؟ وانت الحمد لله اختصاصي بالعياري. الله يحفظك. شحال خويا المرضي؟ انا 70 3500 درهم. هذا ديال اللي باغي يذبح الخوت صدقه اسبوع. الله يبارك تبارك الله. تنقولوا العياري هو ديال ذبيح الخوت ديال الموس. الله يبارك. 3500 درهم 70000 ريال. الله يسر لك المرضي. تحياتي خويا. تحياتي خويا بخير. الله يحفظك. المليح اخو العياش. الله يبارك. بارك الله. نعطيك الصحه ودي العياش. الله يعطيك الصحه ودي العياش. اللهم قال لي نهار الجمعه ديتي شي جنعاج ملاحات ووصلني الميساج انا ما تسوقتش. كاينه؟ الله يحفظك خويا. هذا شحال خويا المرض؟ لا قلنا المشرى ورزق الله. وبيع باش بغيتي ورزق. المشرى 5000 درهم. الله يرحم الوالدين. المشرى 5000 درهم الخوت. راه مليح الخوت هذا تبارك الله. خروف الله يبارك تبارك الله. فصاله صندوق وكل شيء تبارك الله. لا خويا عبد الله يقول باش شاري ورزق الله. وبغي يبيع شر مع السيد نقول بغيت 1000 درهم فيه. بغيت اللي بغيت ورزق الله. اي ديريكت نيشان. الله يرحم الوالدين. نقول باش شاري ورزق الله. الله يبارك تبارك الله. الخوت 5000 درهم باش شراها العياشي. خلينا النيميرو خو العياشي. لا بغا شي مرضي الوالدين تقاد معاه في الثمن. غادي يبيع شي صديق ديالك. مرحبا. هذا توا كلام. ها؟ الله يحفظك. مرحبا ودي العياشي. قول لي امانه وصافي. سير الله يسر خو العياشي تحياتي. مرحبا انا معاك زيد. انا معاك خويا العياسي زيد زيد. هذه شحال خويا العياسي؟ دافعة مرخية مرخية 4500 درهم. اجير في السن جامعة. النعجة باقا شادة في الثمن العياشي؟ ها؟ غتزيد ان شاء الله. غتزيد ثاني ان شاء الله. ما نعاودوها. خير جاي وغنمت. ياك ان شاء الله ونطلب الله الله يرحمنا برحمته ان شاء الله. شي خير ديال الشتا وتربع البلاد. النعجة تشبع. هذوك توما ديالك؟ زيد. هذه عاطينا فيها 122. اش والدها هذه؟ سداسيه. سداسيه هذا هو ولدها. ولدها مليح تبارك الله. 100 122 6100 درهم الخوت. والدها خروف مليح تبارك الله. الله يبارك سداسيه. اللهم بارك تبارك الله. النعاج خلينا النيميرو بعدا على حساب النعاج. ورينا النعاج الاخرين وخلينا النيميرو اللي بغى شي حاجه. مرحبا. دور هذيك هي لاجي. هذو هذه مرسومه هذه. قرطيطه. قرطيطه و100 ولكن مليحه. النعجه ما عليهاش على التابع. انا كسيبه. لا لا هذيك الصحه. فرفر السنفر. فرفر خليها خليها. سداسيه هذه.
هذه شحال عطاوك فيها قلتي هذه القرطيطه؟ عطاو فيها 100. 5000 درهم. 5000 درهم الخوت اللي عطاو العياش بهذه راه بدات دافع عادي، وهذه تيرا دافع الخوت. هذه تي شحال هذه؟ ها؟ ما عطاوكش فيها؟ شحال تطلب فيها؟ طلبوا فيها 100. اللهم بارك. نعجه راه شاد في الثمن الخوت اللي باقي المليح. كان 4000 درهم وطلعت ل 5000 درهم والفوق ياك اخويا العياشي اللي باغي المليح. وهادو انا راشرين الجمله قال 8000. ياك خويا العياش بربعه هاد الربعه هادو بحال الجملين قال 8000. كما سمعتوا الخضره العياشي هادي اللي والده الخروف وهادو وهادي راه الجملين قال 8000 ريال. الجملين قال 8000 الخوت 20000 ديال الدرهم قال 400 درهم. بارك الله. نخليو النيميرو ديال العياشي اللي بغى شي حاجه مرحبا دورا دافعات. قول النيميرو خويا العياش. قلت لك هذيك النمره عندك خايبه 07 06 25 70 87. الله يحفظك خويا العياشي تحياتي. الله يسر الامور. الله يعزك. الله مبارك. شحال الرئيس؟ 70. راش مجموع ياك؟ ها؟ الماركه ديال ليبيا. هضر معنا بمعقول الرئيس. 70. اش دار دار؟ 3500 الخوت راه دار 70000 ريال. اللهم بارك تبارك الله والله يسر الامور. تحيه لخويا محمد سي خليفه صاروا لي في الباترون. اللهم بارك والله يسر الامور. الله يحفظكم. الله يدير الخير. سي محمد خويا بخير الله يحفظك. هادو بداو يرخيو ياك. اللهم بارك تبارك الله. وحده سداسيه وحده جايبه الجموع. انا خويا انا ندير اخي والله انا بدا يدفعوا ماشي بدا يدفعوا هو بدا يدفعوا. الله يبارك تبارك الله. تبارك الله بدا يدفعوا ماشي بدا يرخي لا بدا يدفعوا والله. يعطيك الصحه يعطيك الصحه ما كاين مزاح. المشره شحال خويا المحجوب؟ 154. 154 المشره صداقه 154 الخوت. اللهم بارك تبارك الله. 7700 درهم المشره ديالهم. هذه سداسيه وهذه راه رسمه جموع جموع صغير. الله يبارك تبارك الله. خلنا النيميرو محمد خويا. قول النيميرو 06 39 06 46 46 09. اللهم بارك تبارك الله. الله يسر خو عبد الكبير تحياتي. الله يعزك خويا. الله يسر لكم الله يعاونكم الله يحفظكم. خويا بخير الله يحفظك. هذا جير السن جموع ياك؟ جموع باقي السن شويه. شحال الثمن؟ رقم واحد وشون بروميان. شحال الثمن ديالو؟ الثمن عطاني دوكا 110 ياك كاين 110 5500 درهم. مشون بروميير راه جموع الخوت. الله يبارك. خلينا النيميرو عبد الرحيم. قول النمرة عبد الرحيم. 06 11 62 66 82. راه جموع الخوت راه بروميير مرسوم وقال لك راه عطاوه 5500 درهم. والله يسر اخويا عبد الرحيم. الله يسر ليك. سلم لي على بالمصطفى تحيه ليه. الله يسر الامور.